في ليبيا ما تزال مدينة بنغازي فارغة من سكانها وأهاليها بعد أسابيع من استعادتها على يد قوات الجيش الوطني الليبي فأزمة الألغام والمفخخات المنتشرة بكثافة في أحياء المدينة والتي زرعتها جماعات إرهابية مدعومة قطرياً تعرقل عودة المهجرين ويحاول الجيش الليبي إزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة التي تركها تنظيم داعش والفصائل المتطرفة الأخرى المدعومة قطرياً التي عاثت سادا في المدينه على مدى شهور طويله وتحدث رجل قطر القوي في ليبيا مصطفى ساجزلي قبل بضعه اسابيع عن مفاوضات يجريها بوساطه تركيا لتسليم خرائط الالغام الى قياده الجيش مقابل سماح لمسلحي تنظيمات المتطرفه بالمغادره بسلام في دليل على ضلوع النظام القطري في دعم عمليه زرع الالغام في المدينه المحرره لكن دحر الجيش الوطني الليبي لتلك العناصر واصراره على التحرير الكامل حال دون ذلك وبقيت الالغام ورقه مساومه بيد تلك التنظيمات المتطرفه ومن يحركها